بشار الأسد ذاهبا لمكتبه قبل 5 أشهر، هكذا يصور وهذا ما يبدو عليه بأعين المؤيدين. أما من الجوف مشهد وصورة مختلفة، فلا بقاء بشار لغاية اليوم بإرادته وقوته، ولا ظنون المؤيدين في السيادة بمكانها. صحيفة تايمز أوف إسرائيل تعرض صورا جوية لعدة مواقع حساسة لنظام الأسد، بينها قصر بشار أو ما يسمى بقصر الشعب في ضواحي دمشق. الصور التي شملت مواقع عسكرية بالإضافة لمطار دمشق الدولي، قالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بنشرها بمناسبة مرور 30 عاما على إطلاق أول قمر تجسس في المنطقة، ولتوجيه رسائل ضمنية لا تخلو من التهديد المباشر لرئيس النظام للكف عن العبث أو حتى تصديق نفسه كرئيس، خصوصا أن نشر الصور بما فيها قصر بشار وبهذا القرب والدقة جاء بعد 48 ساعة على غارات إسرائيلية استهدفت طائرة شحن إيرانية داخل مطار دمشق الدولي ومخازن سلاح في حظائر بالمطار تتبع للحرس الثوري الإيراني. وفيما اعترفت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصرين من الحرس الثوري في سوريا دون الإشارة للغارات الإسرائيلية، تضيف الصحيفة أن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة ضد أهداف إيرانية في سوريا منذ العام 2017 فقط. أما الأهداف الخاصة بميليشيا أسد فخرجت عن نطاق الإحصاء، ولعل آخرها مقرات عسكرية بمنطقتي وادي العيون غرب مصياف وشمال بانياس في طرطوس، عدا طبعا عن مطار المزة العسكري قبل أسبوعين. كاملا إيراني. ومع تحول الغارات الإسرائيلية لحدث اعتيادي، تساءل مؤيدون عن سر غياب طائرة كوثر الإيرانية لاعتراض الطائرات الإسرائيلية، سيما أن النظام الإيراني يعتاش أساساً على شعارات الموت لإسرائيل، طائرة سحاب، في حين تساءل آخرون عن سبب غياب طائرة سحاب شقيقة كوثر وآخر إبداعات وصناعات نظام الأسد ذات التقنيات المتطورة بما فيها نظام جي بي إس سبعينيات القرن الماضي، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة على ما يفترض أنها السيادة السورية.